اهم حاجه ان الواحد ياخد كل شيء بشكل ايجابي. مش عارف يعني حيوان كده لما تشوفه تحس ان انت براحه داخليه كده. صباح الفل، صباح الخير. بسم الله توكلنا على الله. انا جايبه جنط على خير خالص، مش عارف ايه اللي حصل. Look what I found. They're so beautiful. مش عارف يعني حيوان كده لما تشوفه تحس ان انت براحة داخلية كده. حصان. Everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our gray, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no, no, no heaven or gold, 'cause I got you. I got you. Don't wanna show. Oh, oh. Show us off, but you're my all. All that I need is trying to show. أول إصابة للدرون، البروبيلر اتكسر. دلوقتي ميعاد تصليح العجلة للمرة الثانية. اللي بيطلع منها البنك. مكان فشيخ للاستراحة بصراحة. سلام. عاملين يا جماعة الاستراحة دي، يعني شايفين الترابيزة اللي قاعد عليها دي؟ ترابيزة فشيخة بكراسي، يعني تحس ان انت بالظبط في جنينة، وده وسط طريق سريع. غير بس ان هم حاطين الترابيزة دي. كان مسافر وحب ان هو ياخد استراحة مع اسرته، يجي يركن العربية هنا على جانب الطريق ويقعدوا مع بعض يشربوا بقى اي حاجة هم عايزين. انا عن نفسي هعمل لي كوباية قهوة، هقعد اشربها واقرا شوية في الكتاب ده، واسيب الالكترونيكس بتاعت الشحن. هسيب الدرون يتشحن والموبايل شوية. ليالي نطول شوية. سربة انت اكسي سربة. هاي عليك يا انو فيلم خالص. انت اكسي يا رجل ده اترس بالعمل. انت اكسي تاكسي.
مين هالون فيتا سانكو اوتا فيتا يا رفيستا طبعا يا تيتوس النهاردة مش يوم سواقة، الساعة دلوقتي تقريبا 9 بالليل بعد ما خدت راحة بعد ما سوت شوية بعد ما خدت راحة وبعدين جاي اسوق تاني دلوقتي. العجلة تقيلة فشخ يعني اتقل مما كانت بكتير، فاتضح ان تقريبا لما ركبت العجلة اللي ورا دي مركبتهاش كويس. وانا بربط ربطتها غلط، يعني ربطت حتة داخلة قدام شوية وبعدين ربطت حتة عاملة كده، العجلة بقت مش موزونة. كان شيء طبيعي يعني، فهي غلطتي بنسبة 100%. معلش الإضاءة مش حلوة دلوقتي، بس حبيت بس أوريكم كده دلوقتي المكان اللي أنا خايم فيه النهاردة. صراحة زي ما انتوا شايفين نصب خيمة والعجلة هم في مكان بصراحة مخيف شوية.